بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلايد ماستر مفهوم جميل جدا جدا وهي سهل كتير جدا جدا على الديزاينرز والانستركشنال ديزاينرز يا جماعة. الامر لا يختلف تماما عن السلايد ماستر بتاعت مايكروسوفت باور بوينت، لا اكزاكتلي ذا سيم بالظبط. ايه سلايد ماستر ديت؟ سلايد ماستر يا جماعه، بص بقى، لو انا عملت انسيرت لنيو سلايد، لسلايد جديد، مش بيديني في البيزك لاي اوت، بيديني شويه حاجات كده. يعني الحاجات ديت عباره عن بريسيتس، سلايدز موجودة متصممة اوريدي، فيها أماكن ثابتة لكونتنتس معينة. اكزاكتلي يا جماعة، ده مفهوم السلايد ماستر. أنت بتحاول تصمم السلايدز بتاعك علشان تحط في أماكن معينة أجزاء معينة. الأمر بيعكس لك عملية التصميم التعليمي إنها مقننة بمجموعة من المعايير إن أنت المفروض تبقى ملم بيها، علشان كده بتلاقيه هو حاطط لك النص على الشمال والمحتوى بتاعه على اليمين، حاطط لك نص تايتل من فوق والمحتوى في النص. ده بالظبط يا جماعة التصميم، وده اللي احنا هنحاول نحكيه. الفكرة بمنتهى البساطة، حضرتك عايز تعمل انت بريسيت لسلايد معينة تحاول تمشي بيها المحتوى بتاعك زي ما انت عايز، بعيدا عن البريسيتس الديفوت اللي بتيجي مع البرنامج اللي هما الشوية اللي احنا شايفينهم دول. ديت قصة سلايد ماستر بمنتهى البساطة. طيب نايس، جميل، ولنفرض انا عايز نحاكي التصميم ديت يا جماعة، عايز اخلي مش عارف ايه وايه، وفي كل سلايد انا بنبتدي نعملها، انا عايز احاكي التصميم ده بحيث ان هو يبقى ثابت معايا في كل السلايدز اللي جاية، بدل ما انا كل شوية اصمم سلايد واحط فيها الحاجات ديت او اخدها بدبليكيت وابتدي اغير في، لا لا لا، انا عايز سلايد ماستر يكون فيها الكلام ده يا جماعة. اكزاكتلي كده، ده اللي احنا هنحاول نتعلمه ان شاء الله باذن الله في التوتوريال دي. رايت معايا في قائمة فيو، أنا قلت إن أنا معايا نمطين في الأول ما بين ستوري فيو وما بين سلايد فيو. اكشولي بصراحة أنا معايا أربع أنماط، يا جماعة. النمط اللي راح نعمل فوكس عليه دلوقتي السلايد ماستر، الفيدباك ماستر نعمل فوكس عليه دايركتلي في الفيديو اللي جاي. السلايد ماستر جاست كليك عليها، هتبتدي تعرض لي النافذة بتاعت السلايد ماستر ده بشكل منفصل تماما عن بقية الحاجات بتاعك، فبتلاقي ان الوضع اتغير. ظهر لك تبويب سبيشال سموهولي سلايد او باب، سموهولي سلايد ماستر، وفي شوية كنترولز كده جميلة خالص، رايت. والسلايد ماستر الأولانية ديت هي الكفر اللي هو بيديك شوية تنسيقات كده، يعني انا بيقول لك انا عندي ادي السلايد، ادي انا عندي واحدة وعندي سلايد ماستر تانية، كل سلايد ماستر فيها ايه؟ فيها كونتنتس، يعني دات لي اوت دات في تايتل وكونتنت، دات لي اوت في تايتل بس، دات لي اوت في كويستشن، سؤال، ولو انت كنت عايز تحط راس سؤال وانت عايز تحط سؤال من فوق، يعني مثلا ايه الفكره؟ يعني اكتب راس السؤال وحط السؤال، تمام؟ هنا بيقول لك كويستشن وز ميديا، سؤال بس في ميديا انت بتساله عن في ميديا في صوره، ديت بلانك، تمام؟ دول اسمهم السلايدات اللي اوتس الخاصه بالسلايد ماستر ده. يعني ايه يا جماعة؟ بالظبط كده، انت عندك سلايد ماستر، تمام؟ شريحة فيها حاجات ثابتة، بس عندك لاي اوتس مختلفة، بيوت ليها، انت زي اوض مختلفة جوه البيت الواحد، تمام؟ ديت الفكرة بتاعت السلايد ماستر. لو انت مش عايزه جاست كليك، بتبتدي تحدد الحاجة اللي انت عايزها، بتبتدي تضغط على ديليت وتحذفهم، او انت ممكن تحط انت لاي اوت من عندك كاستم لاي اوت لو انت كنت عايز، كمان انت ممكن تسميها وايه وان يكون. طيب جميل جدا، خلوني انا بقى اعمل ايه، اعمل ديليت للسلايد دي. انا كده ما عنديش غير سلايد ماستر واحده بس، انا كده حذفت اللي عندي، انا كنت ضايف واحده، يعني لو عملت اكس دلوقتي يا جماعه ورحت قلت والله من قائمه انسرت نيو سلايد، ها هلاقي اني كانت من شويه اللي كان اسمها مش عارف برش اتحذفت. ما عنديش غير الكلين الافتراضي بتاعه هو، والاثنين دولت زي بعض، متفقين يا جماعه؟ رايت، تمام، اوكي، خلونا نكنسل بقى ونروح لقائمه فيو مره تانية ونروح للسلايد ماستر. وانا عايز ابتدي اعمل كرييشن لنيو سلايد، فبتقول له ماشي انسيرت نيو سلايد ماستر دايركتلي، هو بيبتدي يحط لك تحت الواحد اثنين وبيحط لك شريحه وبيقول لك ديت السلايد ماستر بتاعك.
طب ماشي اوكي، ايه القصه؟ اعمل لي انت بالله بريسيت يعني يا جماعه. احنا كنا متفقين بنقول خلاص ماشي، انا هنحاول او مثلا مش انا مش بنقول نتفق، انا بحاول ارسم تصور. لو انا مثلا بشكل شخصي عايز نصمم برمجيه تعليميه خاصه بكونتنت معين، انا هبتدي اقول والله ما بيني وما بين نفسي اوكي انا افضل البلانك ديت خالص، واعمل ايه بقى؟ اروح لقائمه انسرت واقول والله يا جماعه انا ارسي كليك يمين، واقول له مثلا فورمات باك جراوند، وفي الباك جراوند هقول له والله ده بيكتشر، انا عايز صوره معينه، وفي الصوره ديت ولنفرض انا هختار الصوره دي مثلا على سبيل المثال اوكي، وهخلي الترانسبيرنسي بتاعتها 50% واعمل كلوز اوكي جميل. وبعدين اروح ادر الشيب، والشيب ده الشيب العادي ده هخليه المكان اللي بكتب فيه العنوان بمنتهى البساطة اوكي. واروح على قائمة خلونا بس نوزنها كده اوكي، سيلكشن عليه، واروح على قائمة فورمات واقول له انا مش عايز له اوت لاين، نو اوت لاين، والشيب فيل بتاعه خليها اي دروبر، واخليه افتح شوية عشان احس كأنه هو سما او كده. وبالنسبة لمساحاتي انا راح اخليها يا جماعة 60 طبعا 60، والويتس بتاع 720 هو نفس الويتس بتاع مين يا جماعه؟ نفس الويتس بتاع السلايد كلها. لو انا رحت لقائمه ديزاين، بس انا ما عنديش ديزاين دلوقتي لاني في وضع السلايد ماستر تمام اوكي. وده يا جماعه، نسميه التايتل، ده المكان اللي انا هكتب فيه العنوان. انا مش عايز كل شويه اعمل مش عارف ايه واحطه فيها اعمل تكست بوكس، لا انا عايز السلايد دي تبقى ثابته جاهزه، عارفاني ان انا لما ندرج سلايد يبقى السلايد وقت التصميم ده يا جماعه تمام. ده اللي بنحكيه من شويه. انا اعمل كنترول دي دبليكيت للكلام ده وانزلها لتحت، دي هتبقى خاصه بازرار التحكم والتوجيه بتاعي تمام. نزلوها، والمرة دي هروح لبرضو الفيل، وفي الفيل هنعمل اي دروبر وهنخليها اغمق شوية مثلا كده. قدرات احط فيها زرار تحكم التوجيه بتاعي نايس اوكي. باجي معايا بس اني ماشي، خليني افتح سطح، افتح الفولدرز اللي فيه الكونتنت بتاع السيشن ديت، ومثلا انا اختار النكست والبريفيوس والمش عارف ايه، دول الثلاثه دول انا ادخلهم جوه كزرار تحكم وتوجيه. على طول هروح ليه، انا عندي ديت كنت حاططها 60 على ما اظن يا جماعه صحيح، لو انا رحت لقائمه فورمات نفس افتكر كانت 60 بكسل اوكي. فانا هعمل سيلكشن على الثلاثه دولت تمام، ادي الارو ده والسهم ده والكونتنت ده، تروح قائمه فورمات واقول له والله يا جماعه انا عايز ال 60 كده كده. هم راح يتغيروا بحيث ان هم يبقوا متزامنين مع ايه، مع الحجم بتاع مين، مع الحجم بتاع الشريط اللي هم موجودين فيه. وده انا هحاول اثبته بشكل كامل ما بيني وما دوت، يعني انا شايف ان دولت كده هيعتبر انا عايز القصه دي، انا مش عايز كل شويه اعمل مشروع دوت، فرحت عامل سلايد ماستر وفيها الكونتنت دولت يا جماعه متفقين. فانت لو بصيت بتلاقي ان كل السلايدز اللي تحت فيها نفس القصه دي، بمجرد ما انت تيجي تبتدي تدرج حاجه هتلاقي فيها القصه دي تمام. طبعا انت ممكن تغير في كل واحده من دول از يو سو براحتك انت، يعني لو انت عايز، هو بيديلك بريسيتس بيقول لك ديت خاصه بالسؤال، فلو انت عايز سؤال بس في ميديا في صوره صممه، انت مش عايز القصه دي ماشي مفيش مشاكل، انت ممكن تغير فيها زي ما انت عايز طبعا، لان احنا يا جماعه مثلا محتوانا عربي، فهنروح عاملين العكس، نروح جايبين ديت من هنا والصوره على الناحيه الشمال، ونكتب بقى السؤال ونحط الصوره بتاعه، وعندك ازرار تحكم وتوجيه عشان تجيب السؤال الثاني ده. بالنسبه لي دي الفكره بمنتهى البساطه الخاصه بالسلايد ماستر. طيب ماشي اوكي، انا ايه ممكن اعمله؟ ممكن اغير في اللاي اوت، اعمل ديليت ورينيم والكلام ده، ممكن احط بليس هولدر لو انا كنت عايز احط ايه، انت ممكن تحط تكون تكست، صوره، كاركتر، ايا يكن، انت ممكن تحط اللي انت عايزه في السلايد ماستر بتاعك، تظهر التايتل، ممكن تضيف ثيم معين لو انت كنت عايز، ممكن تمنتج على الكلر، ممكن تحط طبعا كل القصص ديت. خلونا نعمل كلوز يا جماعه رايت. واول ما انا بعمل نيو سلايد، ها شايفين ادي كاستم ديزاين، ده السلايد بتاعي، ده الماستر بتاعي، دي دولت اللي انا كنت مصممه عشان انا ما اقعدش اتعب نفسي كل شويه واعمل سلايد فيها ازرار تحكم وتوجيه، تعبت انا من القصه ديت فرحت عامل سلايد ماستر فيها ازرار تحكم وتوجيه. بمجرد ما انت تبتدي تدرسها جاست كليك على انسيت هروح يضيفها لك والامر فري خالص تمام يا جماعه. ديت الجانب الخاص بمين؟ ده الجانب الخاص بالديزاين يا جماعه متفقين. يعني ايه؟ يعني هم دولت اكشولي مش متاكتفين، لا لا مش متاكتفين، القصه ديت كان خاصه بديزاين، فانت هتحاول تخليها لو انت كنت عايز تاكتفها بقى في السلايد ماستر هتحاول تظبط لها التريجر بتوعك. يا رب تكون الناس فاهماني في القصه ديت تمام. يعني ايه العناصر اللي انا عايزها انتر اكتف معايا؟ اهو تكست بوكس وادي تايتل، لكن ده في طور التصميم فاهمني يا جماعه ديت الفكره. ده بمنتهى البساطه القصه بتاعت السلايد ماستر. لو انا رجعت مره ثانيه لقائمه فيو ورحت للسلايد ماستر
ورحت السلايد بتاعي وعايز امنتج فيها، انا هو ممكن على كده اروح للتريجر واقول له والله انا عايز اضيف تريجر معين جوه القصه ديت واخليه يبتدي يظهر لي مش عارف ايه بشكل معين. تمام يا جماعه، اوكي، ده الجانب. لكن القصه بتسهل عليك تصميما حاجات كتير. تمام، اوكي، ده اللي انا كنت عايز نقوله في القصه بتاعت السلايد ماستر ديت. يا رب يكون المفهوم سهل وبسيط وصل للناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.